السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلوات. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه جديده ميني تارتيلات بذوق الفراوله. خدمت معكم في هذه الوصفه العجينه كريم موسلين وايضا التزيين نتاع المحلات. خليكم دوك مع الوصفه مع المقادير، مشاهده ممتعه للجميع. نبداو بمقادير العجينه تاع الصابلي. نحتاج لهنا 150 غرام تاع زبده تكون درجه حراره الغرفه. عندي ايضا حوالي 3 ملاعق تاع السكر كلاصي، وعندي لهنا الملعقه الثالثه نتاع السكر. نحتاجوا ايضا حبه تاع البيض تكون درجه حراره الغرفه، وعندي ايضا لهنا زوج ملاعق نتاع اكل زيت عادي. الزيت لهنا راح تعطينا قرمشه للطارتيلات تاعنا، يعني جربوها وشوفوا. عندي ايضا لهنا شويه فانيلا. نخلط لهنا هذه المكونات كامل جيدا، ونجيبوا لهنا الفرينه. بعد ما خلطنا هذاك الخليط نبداو نضيفه في الفرينه. واخر حاجه ايضا عندي حوالي نصف ملعقه نتاع خميره كيميائيه، ونبدا لهنا نضيف الفرينه بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه تكون متماسكه، ما تيبسوهاش بزاف باش ما تجيكمش الحلوه تاعنا. وصلنا على العجين، شوفوا كيفاش طري. دوكا واش راح ندير؟ عندي لهنا القوالب اللي راح نطيب فيهم. ممكن ديروا هذو المشرشفين ولا العاديين كما تحبوا، كما ممكن ايضا ديروها كيكه كبيره. نجيبوا لهنا كيس وراح نفتح العجين تاعي على الكيس كما نحلو العجينه تاع الصابلي عادي. نفتحها، بعد ما فتحنا العجين نحيو على جهه. نجيبوا لهنا هذا الليمون او هذه القوالب اللي راح حاولوا تقربوهم لبعض هكا كما قلت لكم. الليمون هذو اللي راح نطيبوا فيهم ونحطوهم هكا، معليش هكا. شوفوا طريقة جد سهلة وبسيطة ويعني براتيك. ونحيو العجين هكا، يعني خدمي بالربعة عادي حتى نتكمليهم كامل. شوفوا كيفاش، ونحاولوا غير نسقموهم بيدينا بهذه الطريقة. حاولوا تضغطوا شوية هنا باش يجيوكم مسقمين وما تعبوش معاهم. دوك انا نكمل كامل الطريقه تاعي او كامل العجين تاعي عفوا بنفس الطريقه ونبين ان شاء الله. اذا انا بعد ما كملت كامل القوالب تاعي واش راح ندير؟ ندير لهم هكا بالفرشيطه نثقبهم، وراح نفوتهم للفرن على 180 درجه فقط، ياخذوا لون اصفر مايل شويه للمحمر. نطفي عليها النار ونجي نخدم معكم لاكريم موسلين ان شاء الله. نروحوا دوكا لكريم باتيسيير، ومن بعد كيفاش راح نحولوها لاكريم موسلين. عندي 4 لتر نتاع الحليب، 4 لتر حليب، وعندي ايضا لهنا 50 غرام تاع السكر. ندير غير النصف تاعو لهنا في السكر مع الحليب عفوا، والنصف راح نضيفهم بعدا. عندي ايضا شويه نتاع الفانيلا حوالي نصف ملعقه، نخلطهم ونحطهم على النار يعني يسخنوا لي ما يسخنش بزاف، شويه فقط. ومن جهه اخرى نجيبوا ريسيبيون نحطوا هذيك نصف كميه تاع السكر. وعندي لهنا ايضا صفار نتاع البيض، وعندي لهنا ايضا حوالي 2 ملاعق نتاع فرينه ولا نتاع نشا. اللي عنده نشا يستعمل نشا، اللي ما عندوش يستعمل الفرينه. ونخلطوا، نخلط لهنا جيدا هاد المكونات حتى ينسجموا مع بعض. حاولوا تخلطوا ما تحبسوش، ونجيبوا دوك الخليط هذاك نضيفوه بالتدريج حتى ينسجموا كم مكونات هكا، ونخلطوا مليح هذه الطريقه. ونعاود نصفيه ونحطوه في هذيك الكاسرونه ونعاود نرجعوا على النار. لهنا بعد ما صفيتها دوك نعاود نحطها على النار حتى تختار، ومن بعد ان شاء الله نرجع ليه. لهنا دوكا نجيبوا صحن يكون مسطح، نضيفوا هذه الكريمه هنايا كامل ونخليوها تبرد. نغطيو الوجه تاعها بشرط انه الكيس اللي راح نغطيو به يكون الوجه يلامس الطبقه هذه. نخليوها تبرد تماما ومن بعد ان شاء الله نكملوا. اذا لهنا بعد ما بردت الكريمه تاعنا او لاكريم باتيسيير تاعنا، نحيها غير بالعقل هكا، نحيها كامل. ودوك راح نضيفها لهنا، ونضيف لها ملعقة نتاع أكل زبدة. نضيف ملعقة نتاع زبدة هكا، وراح نخلط
بالباتر حتى تحصل على كريم موسلين. بسم الله. بعد ما وجدت الكريمه تاعنا دوك راح نديرها دون زون بوش هادوي، ودوك نجيبوا لي طارتيلا تاعنا ونبداو نديروا لا كريم بهذا الشكل هكا. نعمر قد ما تبرد الكريمه تاعكم مليح قد ما راح تحكم لا فورم تاعها اكثر هكا. ونكمل كامل بنفس الطريقه. ودوكا بعد ما عمرناهم راح ندير لهم تزيين بالفراوله. دوكا راح نخدموا الكريمه او لا جولي نتاع الفراز. عندي كاس غربه تاع الحليب وعندي علبه تاع فلون نواره، واللي يحب يخدم بلا جولي اللي تتباع يزيد لها غير الملون الاحمر. عندي علبه لهنا الوزن 50 غرام، نضيف لها ايضا حوالي ملعقه ونص نتاع السكر، ونضيف لها ملعقه نتاع نشا. نخلطها ونحطها على النار مع استمرار في التحريك، ومن بعد نرجع لكم. اذا شوفوا لهنا كيفاش لا جولي تاعنا راهي. عندي كميه من الفراز راح ندير تزيين بسيط بالفراوله فقط، عفوا بهذا الشكل. نزيد نجيب طرف فقط يكون صغير بهذا الشكل، نزيدو منه يعني بنفس الطريقه هكا. بعد ما زينتهم بالفراز نجيبو لهنا لا جولي تاعنا، وراح ندير لهم تزيين فقط من الفوق يكون خفيف. عفوا حاولوا تعدلوهم برك مليح تفيكسيوهم، وندير تزيين خفيف بهذا الشكل. نزينهم بهذه الطريقه ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم. هكا نجيبوا لهنا لا جولي تاعنا ونديروها من الفوق فقط كميه قليله فقط حوالي ملعقه، نضيفوها من الفوق ونخليوها تمشي وحدها. شوفوا كيفاش، يعني استعملوا بالملعقه احسن واحسن، واللي يحب يستعمل بالفرشات كما تحبوا. وصلنا لنهايه هذا الفيديو. كما كنتم تشوفوا ميني طارتيلا تاعنا راهم حاضرين معنا، الشكل تاعهم راقي، خدمتهم لكم مثل تاع المحلات. اذا عجبتكم الفيديو تاعنا اليوم عليكم الا تكثروا لي من اللي جام تكومونتيو لي اسفل الفيديو، واذا عجبت قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي نقول لكم شهيدكم بالصحه، نتلاقاو في عد اخر. تهلاو في رواحكم وسلام.